أهلا بكم. اتهم عضو لجنة النفط والطاقة النيابية في العراق جمال المحمدي مكتب المفتش العام بوزارة النفط بالتلكؤ في الكشف عن تفاصيل هدر مبلغ ربع مليار دولار بشركة سومو للنفط. وقال المحمدي إن شركة سومو دفعت غرامات تأخيرية ناجمة عن تأخير تحميل ناقلات النفط الخام من موانئ التصدير الجنوبية تجاوزت 250 مليون دولار عن سنوات ما قبل 2017. وعلى الرغم من ثبوت الإهمال على الشركة، لم تقم وزارة النفط بتحديد الجهة المقصرة والمسببة في دفع تلك الغرامات، وهو ما يعد هدرا إلى المال العام ويستوجب المحاسبة. مع ذلك لم تقم الوزارة بدورها، ما يؤشر احتمالية وجود شبهة فساد. قال نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في بغداد جابرييل إسكوبار أن القطاع النفطي في العراق لا يوفر المطلوب من الوظائف. وأضاف إسكوبار أن مليون نفط طفل عراقي يولدون كل عام، وينضم كذلك 800 ألف شاب إلى القوى العاملة يحتاجون لوظائف، ويعول العراقيون على النفط لتوفير فرص عمل لهم. إلا أن الحقيقة تؤكد أن النفط لا يمكن أن يوفر إلا 10% من الوظائف المطلوبة. وشدد إسكوبار على حاجة العراق إلى قطاع خاص قوي ومستقر لتنمية الاقتصاد بأكمله يمكنه توفير فرص عمل مستقبلية للشباب. أعلنت وزارة النفط في العراق عن مجموع الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة لشهر آذار الماضي. وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد إن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آذار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت أكثر من 100 مليون برميل، وبإيرادات بلغت أكثر من 6 مليارات دولار، فيما بلغت صادرات كركوك أكثر من 3 ملايين بإيرادات بلغت أكثر من 193 مليون دولار، بينما بلغت صادرات حقل الجيارة أكثر من 722 برميل بإيرادات بلغت أكثر من 21 مليون دولار. وجهت غرفة تجارة السليمانية مدراء منافذ الحدود في المحافظة بإغلاق جميع المنافذ غير الرسمية في السليمانية. وقال مدير غرفة التجارة محمد سيروان إنه تم توجيه مدراء المنافذ الحدودية بضرورة تطبيق الإجراءات التي اتفق عليها مسؤولو كردستان وبغداد بالتزامن مع زيادة الضغط على منفذ باشماخ الحدودي. وأضاف سيروان أن الغرفة واجهة بضرورة متابعة بعض المنافذ غير الرسمية والتي أثرت على التجار في المحافظة. دعت الشركة العامة لتجارة السيارات والمعدات لإعادة العمل بآلية منحها الرقم المروري وحصر استيراد السيارات من خلالها. وقال مدير عام الشركة أحمد ياسين إن حصر استيراد السيارات بشركته سيسهم في استيراد مركبات ذات نوعية جيدة وبمواصفات ملائمة لأجواء العراق. وأضاف ياسين أن تعدد الجهات المستوردة للسيارات أسهم في زيادة أعداد الأدخال منها للبلاد بشكل كبير، إضافة إلى دخول مركبات ذات نوعية رديئة أو غير مطابقة للمواصفات والضوابط التي حددها جهاز التقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط. أسعار النفط والمعادن والعملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي نتابعها الآن.
بهذا نصل لختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.